السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الأعزاء، اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد التحلية كتجي زوينة، كتجي بنينة، وفي الشكل ديالها كتجي زوينة تاهي. كنتمنى أنكم تجربوها، وبسم الله على بركة الله. كنبداو عندي إترو لا ربع ديال الحليب، إترو إلا ربع حليب، غادي عندنا الفريز، عندنا ثلاثة الباكيات ديال البسكوي بلا شكلاط، عندنا جوج تفاحات وبنانة أو موزة وجوج تفاحات، عندنا حبات ديال الجوز القرقاع، عندنا حبات ديال اللوز. أنا ما قليتهمش، اللي بغى يقليهم يقليهم، أنا ما قليتهمش، خليتهم خضرين بحال هكا. عندنا ثلاثه الباكيات ديال الفلون، هاد الفلون اللي مسوس، وعندنا ثلاثه الباكيات ديال الفلون هاد الشكل هذا. اللي بغا دير داك الشكل الاخر اللي كيكون حلو ديرو اكبر من هذا. عندنا جوج كاروات ديال السكر، اولا ديروا السكر حبيبات، ديروا جوج معالق ديال السكر حبيبات. انا عندي هاد ما عنديش، متوفرش دابا، نسيتو، درت هاد جوج كروات ديال السكر. بسم الله على بركة الله. كنبداو، غادي نجيبو الحليب، نحيد هادو من هنا. كنديرو هاد الباكيات هنا في الحليب، ديال الفلون، ديال عفوا ديال الفاني، هاد الفلون ديال الفاني، كل واحد يدير النكهه اللي بغى. هو من الاحسن الفاني باش كيخلي الفواكه كتبان. غادي ندير فيهم هاد جوج كروات ديال السكر، وغنحركوه. نحركوها شويه وغادي نحطو فوق النار، والسكر غادي يذوب مع السخونيه. بدنا كنحركوه وهو يذوب، كنحطوه فوق النار بحال هكا ونبقاو على التحريك، منحبسوش على التحريك. نبقاو نحركو مزيان. ها هو الفلون ديالنا، بعد ما غلات عليه كسرونه، خليناه 5 دقائق يغلى شويه وحيدناه. نخلوه دابا يبرد هنا، ترجعوا ليه. وغادي ناخذوا هاد الفواكه نقوها، نقطعو التفاح ونخلوه بالجلدة ديالو، منحيدوش ليه الجلدة، وغادي نقطعوه بحال هكا. بهالطريقة هكا، نقطعو بهالطريقة هكا. خلو لي الجلدة، ما كنحيدوهاش لحقاش مفيدة مزيانة، من الأحسن ما تحيدش الجلدة ديال التفاح، فوائد كلها في الجلدة ديال التفاح، نضيعوهمش. قطعوها بحال هكا عادي عشوائي، صافي. كنقطعو لاخر تاني بحال هاد الطريقة بحالها.
نحيدو له هاد البذور ديالو الوسط كيكونو قاصحين بهاد الطريقة هاكا. كتجي تحلية زوينة وساهلة، ترى مشات عين كديريها، مكطلبش منك شي مجهود. تقدري تضيفي اي حاجه عندك من الفواكه ديريها، عندك الاجاص ديري، عندك اللي عندك ديريه. طال بنانة دابا عندي الفريز، الفريز عندي كان مجمد قطعته، نحطهم هنا نديرهم حنا هاد الفريز بحال هكا نخليهم. دابا غنقطعو هاد المكسرات عشوائي، تاهي ماشي بحال هكا. هلا هكا باش يبانو. حنا قطعنا دابا هاد المكسرات بهاد الطريقة هكا عشوائي، نخلوهم شوية غلاض ماشي باش يبانو. كنرجعو لهاد البسكويت، هو غادي نقطعوه بحال هاد الطريقة بحال هاكا بيدينا بحال هاكا. ميكونش فيه الشكلاط، الأحسن يكون طبيعي بحال هاكا عادي بالطريقة. نقطعو بهاد الطريقة هكا، تنقطعو كامل أو كنجيبو مول، مول كنشدو كنديرو فيه هاد البنان من الفوق أو التفاح، كنديرو عليه شوية تاع الفايز بحال هكا. كنجيبو الفلون كنخوو بحال هكا في قناة الفواكه بحال هكا، واخا يكون سخون ماشي مشكل، راه باش نيت يرطاب هاد البسكوي كنديروه في البسكوي من الفوق. نديرو طبقات، نجيبو هاد الوك الكركاع لي هنا نديرو كامل الوسط. كنخو عليه شوية ديال هاد الفلون، من بعد كنجيبو هاد الفواكه التفاح، ندير لهم بحال هكا نخوهم كاملين هنا، كنديرو فوق منهم هاد الفريز.
تيهزلوه بحال هكا مزيان باش كل بلاصه كتجي فيها صافي. كنديرو هاد البسكويت الفوق هكا كنخوي علينا تاني فلون نزيدو هاد البسكويت الباقي صافي كنخوي كلشي الفلون الباقي عندنا الطريقة بحال هكا صافي كنخلوه نطيحو شي وحدات هنا صافي وكناخدو بلاستيك نغطوها من الفوق بالبلاستيك مزيان باش ما تشمش لينا شي حاجه من الثلاجه نسدوها مزيان ونخلوها ندخلوها الثلاجه ونخلوها حتى تبرد مزيان تماسك مع بعضها صافي وكنرجعو نقدموها. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ها هي التحليه ديالنا بعد ما دي موليناها من المول درت عليها الكراميل من الفوق بحال هذه الطريقه بحال هكا. المهم تقدروا ديروا على الشوكولاط تقدروا ديروا على اي حاجه بغيتوا نتوما على حساب ذوق. ها هي جات زوينه وبنينه وكنتمنى انكم تجربوها. بسم الله نقطعوا منها واحد الطريف هيا كيفاش كتجي راه كتجي زوينه كتجي بنينه زوينه كنتمنى انكم تجربوها واللي شاف الفيديو بارطاجي مع الاهل والاحباب ويضغط على الجرس ويدير لايك وشكرا.